أخبار اليوم. قدمت الأمس واليوم ثلاث تظلمات، أيدت بضغط التظلمات، وتم ضغط صلة من إلى مقدمي هذه التظلمات، وتمت المداولة في شأن هذه التظلمات ورفضت جميعا من اللجنة. أنا أقول لكم أربع أسماء مرشحين خدوا إيه، وده ليس إعلان للفائز، لأن اللي بيعلن الفائز هو اللجنة العليا للانتخابات بعد إضافة الصوت الخارج. هذا ليس إعلان للنتيجة النهائية. أحمد محمد علي عبد الموجود 25,153. جمال أبو سطوح محمد إبراهيم 25,476. هشام عاطف راغب إسكندر 30,567. شول طلعت تفريط أباديل 28,748. مبروك لينا.